الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذا اليوم هو يوم الأحد 23 من محرم لعام 1436، ونحن في مسجدنا المبارك في دار الحديث بمفرق حبيش. أحب أن أنبه على بعض المسائل، فأقول وبالله التوفيق، سمعنا كلمة للشيخ عبيد بن عبد الله الجابري مضمونها تناوله للشيخين الفاضلين محمد بن عبد الله الإمام وعبد الرحمن بن مرعي العدني، وكلامه في الشيخ الإمام بالنسبة فيما يتعلق بالوثيقة فقد تكلمنا في غير ما مناسبة بما يشفي ويكفي وما يقربنا إلى الله عز وجل، وواقع اليمن ذاته جواب كاف عن تلك الوثيقة. لكن قال الشيخ إنه قد ثبت لديه أن الشيخ محمد بن عبد الله الإمام جمع الذين كانوا ذهبوا إلى كتاف وأعلمهم أن الحوثيين طلبوا تسليمهم، وقال صدقك وهو كذوب. أولا، اتصلت بالشيخ الإمام في هذا اليوم وسألته عن هذا الأمر، فقال هذا كذب، ما حصل قط ولا استدعيتهم، وهم مجموعة من الطلبة هادئون، ولم يحصل أن استدعيتهم قط، ونفى ذلك نفيا تاما. فعلى هذا ليعلم الشيخ أن الناقلين إليه غير صادقين. وقوله صدقك وهو كذوب كبيرة والله، اتق الله يا شيخ. كذوب صيغة مبالغة، أي أنه قد ثبت لديك كذبة تلو كذبة تلو كذبة حتى تكاثرت، فانتقل من كذب ويكذب وكاذب إلى كذوب، بمعنى أنه تواتر عنه الكذب. هل تستحضر الحكايات التي أوصلته إلى صيغة المبالغة؟ ما هكذا تورد يا سعد الإبل، وهذه بينك وبينه وبين الله عز وجل. الأمر الثاني، إن السامع لكلام الشيخ عبيد يعلم أنه مغتاظ من الشيخ الإمام بسبب ما حصل في قضية الوثيقة، وغضب منه وساءه وتكلم وجرح فيه بسبب الوثيقة. ولكني أقول لكم الأمر ليس هكذا. الشيخ عبيد ليس براض عنه ولا عن مشايخ أهل السنة من قبل الوثيقة، ويقول بيتي حرام على الشيخ الإمام، يعني عندما جاء إلى الحج ولم يذهب إليه أن بيته حرام عليه. استمع، في حج عام 1434
في الحج قبل الماضي كنا في المدينة أنا والشيخ الإمام والشيخ الدماري والشيخ الصوملي، وأظن الشيخ عثمان السالمي كان معنا، والتقينا ببعض المشايخ وطلبنا من عرفات، وأظن إن لم تكن الذاكرة أن محمد غالب كان معه، أن ينسق لنا زيارة إلى الشيخ عبيد الجابري. فذهب ورجع وقال الشيخ يعتذر لأنه مريض. هذا في النفس ما فيها، نحن قادمون من بلد آخر، ومشايخ المراكز مراكز أهل السنة في اليمن، ولو كان مريضا إلا أن يكون مرضا لا تصلح معه الزيارة. على كل حال قلنا لعرفات نجعلها عيادة مريض وزيارة عالم. فذهب واتصل بي وأنا مع المشايخ وقال لي، يقول الشيخ لا تأتوا إليه، أنتم ما تقبلون النصيحة. الكلام ما هو من الآن، لا تأتوا إليه، أنتم ما تقبلون النصيحة. والله يا شيخ نقبل النصيحة، لكن التقليد لا. لو كنا سنقلد ما فيش داعي، ما هناك داعي أن نطلب العلم. إذا كان الإنسان لابد أن يكون مقلدا لا داعي لطلب علم، يبقى مقلدا متى ما احتاج إلى مسألة سأل من يعلم وعاشها فلو يكفي. أما وقد طلب العلم ويبقى مخزوما يجر بأنفه، هيهات هيهات. فعلى هذا نحن بذلنا الذي بوسعنا وأردنا رأب الصدر، وكنا نشعر أن شيئا ما في نفسه، أردنا أن نتناسى هذا كله بزيارته، لكنه واجهنا بهذا. فالكلام ليس بسبب الوثيقة، الوثيقة في 28 شعبان 1435، نعم 36 36 36 35 نعم، وكلام الشيخ عبيد بعد ذلك، ونحن في الحج الذي قبله، يعني الأمر سابق. فعلى هذا بارك الله فيكم سكتنا وكأننا لا ندري بشيء، وغضضنا الطرف، وقابلناها بالصبر والاحتمال حتى لا يشمت بنا أعداء السنة. فهذا لفت نظر إلى أن القضية أكبر من قضية الوثيقة، وأن الأمر سابق لذلك بكثير. قضية أخرى، وهي أنني أقول للشيخ عبيد ولغيره من المشايخ في المملكة، أؤكد لكم أن التقارير والأخبار التي تصلكم عن اليمن تفتقد المصداقية والواقعية، اقبلها هكذا وستذكر ما أقول، لا تستغرب عندما تسمع هذا الكلام. عندما تسمع هذا الكلام ستستحضر أسماء الذين ينقلون إليك، ولا تتوقع أن يكون كلامي هذا متنزلا عليهم، لكنني أؤكد لك أن التقارير التي تصل إليكم تفتقد الصدق والواقعية. وما قاله الشيخ عبيد أنه ثبت لديه عن الشيخ الإمام ومثال على ذلك. وعندما تتنزل منكم، عندما تنزل منكم بعض الفتاوى مبنية على تقارير وصلتكم إلى اليمن، والله يستغرب طلبة العلم من الكلام الذي ينزل منكم، لأن واقعنا يأباه ولا يتفق معه. ليس طعنا فيما تفتون به، ولكن للتقارير التي تصل منكم. نعم بعض الكلام في تحامل كما سمعتم، لكن كثير من الأشياء، ولا أحب أن أخوض في التفاصيل أكثر، لكن أؤكد لكم أن الأخبار والتقارير التي تصل إليكم من اليمن
مغلوطة ويغرغر بكم الناقلون. والمشكلة أن الله كتب لهم القبول عندكم، فنصل إليكم فبدلا من أن تسمعوا منا تملوا علينا إملاء افعلوا ولا تفعلوا مبنيا على التقارير، وتأتوننا بكلام غير قابل للنسخ ولا للتبديل قطعا، ونحاول إيضاح الأمر لكم وإقناعكم ولكنكم تأبون وتصرون على من بنى لديكم من التقارير الخاطئة أو الكاذبة. فلهذا ماذا نفعل؟ ما كتب الله القبول عندكم، ما كتب الله لنا القبول عندكم، فتحتم آذانكم لشباب، والقائمون على الدعوة في اليمن لم تلتفتوا إليهم، فتحملوا نتيجة أن الكلام الذي ينبني تبنون عليه، أن الكلام الذي يصدر منكم لا يكون له الصدى الواقعي، لأن الناس يقيسونه على الواقع فيجدونه خلاف ذلك. فلهذا أقول لكم لا تلتفتوا إلى التقارير التي تصل إليكم من شباب وتهملوا مشايخ قامت الدعوة على رؤوسهم، حملوا همها ليلا ونهارا، حملوا همها ليلا ونهارا. نعم ليست النائحة الثكلة كالنائحة المستاجرة، نعم انظروا هؤلاء الشباب الذين ينقلون إليكم، ما هي دعوتهم؟ أين دعوتهم؟ أين ثمرتهم؟ أين جهودهم؟ فأنا ألفت نظركم إلى هذا. وبعض الكلام قد لا يقبل حال غضب، حال اقتناع بأمر، لكنك ستفهمه يوما ما، وسيظهر لك يوما ما. قضية أخرى، تكلم الشيخ عبيد عن الشيخين محمد بن عبد الله الإمام والشيخ عبد الرحمن بن مرعي العدني، هذان الشيخان مركزاهما أكبر المراكز، يخرج من مركز معبر أكثر من 300 خطيب يوم الجمعة، وتقول لا يصلح للدعوة، من الذي رب هؤلاء؟ من الذي رب هؤلاء؟ من الذي علمهم؟ كيف وصلوا إلى هذا المستوى؟ إضافة إلى أنهم قائمون بدعوة غزيرة وعظيمة جدا، فكم من طلبة للعلم تفرقوا في البلدان وثبتوا في بلدان أخرى، بلدانهم وغير بلدانهم، خرجوا من دار الحديث بمعبر. سل الجبال اليمنية والشعاب والوديان والقرى والمدن لتنبيك عن محاضرات الشيخ الإمام الذي جاب فيها اليمن شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. نعم سل عنه، منذ أن نزل معبر وهو يصول ويجول في جميع المناطق اليمنية، إضافة إلى الجهود التي يقوم بها طلابه. الشيخ عبد الرحمن العدني كذلك، خطباؤه الذين يخرجون من مسجده منهم من يذهب إلى يافع وإلى أبين وإلى لحج وإلى الضالع وإلى غيرها، يتصل بمركزه أكثر من 100 مسجد في عدن ولحج، طلبة بعقول راشدة وأخلاق وآداب ورفق ولين وهدوء، ما عندهم تثوير للناس ولا عندهم إخراج للناس عن واقع الدعوة السلفية، ما هم أهل فوضى ولا أهل قلاقل ولا أهل فتن. جاء هذا من فراغ، جاء هذا من فراغ. من يعلم هؤلاء إذا كان الشيخ عبد الرحمن لا يصلح للتعليم؟ من يعلمهم؟ هو الذي علمه، هو الذي رباه. وتأتي إلى مركزه وهو يعني ماذا ترى؟ الكبار دروسهم مستقلة، الأطفال دروسهم مستقلة، النساء ربما يزيدون على 1000 امرأة داخل دار الحديث بالفيوش، هذا ما يعرف ربي، هذا مغفل،
هكذا؟ هذا معناه أن التقارير التي عندك خاطئة، أعد نظرا. لكن بعد هذا أقول أنا أسأل الشيخ عبيد الجابري سؤالا مفتوحا لا يحتمل السكوت، لا بد من جواب عليه. نحن في اليمن، أخبرنا من الذي يصلح أن يرجع إليه أهل السنة في الفتوى في النوازل والقضايا الفقهية، ومن الذي يصلح أن يطلب العلم لديه من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب؟ دلنا عليهم، أخبرنا من هم علماء أهل السنة الذين يرجع إليهم أهل السنة وأنت في نظرك أنهم يصلحون مراجع لأن يطلب العلم عندهم من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب. هذا السؤال نطلب جوابه، ولكن يعني بارك الله فيكم، نحن بحمد الله عز وجل نعلم بمنزلة مشايخ أهل السنة ونعرف واقعنا، فنحن أعرف ببلادنا وعلمائنا ومشايخنا، ولكن هذا السؤال نطرحه ونلح في الجواب عليه، من هم الذين يرجع إليهم في اليمن في نظره من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب؟ أكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.